انتبهوا، من يزرع الإعجاب قد لا يحصد الحب. لما تيجي البنت تقول صديقاتها تعالي معي لشلة تعرفي عليهم، تقوم البنت تلبس أفضل ما عندها، إيش تبغى هي الآن؟ الإعجاب. فتجي في واحدة من الموجودات شافتها، ملابسها أحسن من ملابسي، وشعرها أحسن من شعري، وشنطتها أفضل من شنطتي، إيش مشاعري تجاه نفسي؟ إيه انتقاص، صح؟ أنا شعرت مشاعر ضعيفة، فأبدأ أكرهها وإن كنت معجبة بها. الله ياخذها شعرها حلو، الله ياخذها شعرها حلو. يا جماعة لا تبحث عن الإعجاب إذا كنت تريد أن تبني صحبة. شلون؟ لما تروح الناس تبدأ تتكلم بالإنجليزي وبإنجازاتك تحصل على الإعجاب بس ما تحصل على الحب. هل ممكن إنسان يعجب بعدوه؟ الجواب نعم. نعم، لكن من يحبك سيعجب بك. كل فتاة بأبيها معجبة لأنها تحبه. يقظت وعي على عجل. هذا واحد كان تاجر يبيع في أمريكا، يبيع حليب. فسووا معه مقابلة، طبعا هو تاجر يعني مشهور جدا. أثناء المقابلة قالوا له أنت كيف استطعت أن تكون هذه الثروة؟ كيف؟ قال باهتمامي بالعميل، بالناس. قال له شلون؟ قال كان عندي محل صغير في زاوية صغير، جاءتني امرأة وجابت لي علبة وقالت لي أنا اشتريتها منكم الصباح وفيها ريحة، فيها ريحة فلا أريدها. يقول شوف الآن كيف أنا أهتم بالعميل يعني، وكيف أجود منتجاتي. قلت لها كيف فيها ريحة؟ أنت خايفة يكون فيها شيء؟ يقول وأفكها وأشربها لأثبت لها أن منتجنا سليم، وأن اللي يضرك ترى يضرني. يقول فشربت العلبة، ثم قلت لها لعلك أنت حطيتيها في مكان في المطبخ وصار فيها ريحة يعني، ولا والله ترى ما فيها. وعلى فكرة ترى أنا بايع اليوم 300 حبة، ما أحد جاء اشتكى ولله الحمد، ما بي ولا أحد اشتكى، ومع ذلك خذي نقودك الفلوس. يقول فخرجت وأغلقت الباب بغضب. ليش؟ يقول لك كل اللي سويته شيء حلوة. يقول فذهبت إلى استراحة أصحابي مجموعة جالسين، فقلت لهم اليوم صار 1 2 3 4 والعجوز ما كانت راضية وما في بعض العملاء ما يرضيهم شيء. يقول فقال حكيمنا، أكبر واحد عندنا وحكيم، قال لقد ارتكبت يا صديقي 4 حماقات. الله، مش 4 قوانين وفن، 4 حماقات. مشاعر الآخر تجاه نفسه 4 حماقات. أولا اتهمتها بالقذارة مطبخ. ليه؟ لأن قال لها أن هي نظيفة بس أنت حطيتيها في مطبخ، مطبخك الوسخ. إيش مشاعر تجاه نفسها؟ قذارة. اثنين اتهمتها بالكذب عندما شربت، تقول ما في شيء وقربت المسألة تحدي جاي تشتكي، اتهمتها بالكذب. 3 اتهمتها بالغباء، لأن القاعدة يا كرام عندما تقارن المجموعة بفرد فأنت تتهمه بالغباء والشذوذ. اليوم 20 واحد جاء أنت أول واحد، إيش يدل عليه؟ أنت العلة، أنت الغثيث، أنت اللي فيك المشكلة مش الناس. يقول فاتهمتها بالغباء والشذوذ. أخيرا أنت أعطيتها الفلوس وهي ما جت تبغى الفلوس، جاية تبغى منتج، تبغى الحليب لصغارها. يقضت وعي على عجل في دقيقة. يقضت وعي. أسألكم سؤال سريع. نقسمكم قسمين، تمام؟ يمين يسار، أبغى إجابة سريعة، نتفق؟ جميل. أبغاك تتخيل الآن سيارة حمراء، كشف، كفرات عريضة، كم مكينتها؟ كم تمشي؟ كم سرعتها؟ 260. بس 240. تحية. شكرا لكم. كنت هذا اللي أقصد، هالسيارة سيارة حمراء، كشف، كفرات عريضة. يا كرام زي اللي في جدة عندنا، يا ما حكمنا على مكاين الناس من خلال مواصفاتهم الخارجية، يا ما حكمنا على ناس انهم فراري وتراهم في الحقيقة حراثة.
يا ما حكمنا على أشكال ناس ثم تفاجأنا بعد ذلك أنهم أفضل مما كنا نتصور. خرج ذلك الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للصحابة، مو لي ولا لك، للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح أن يزوج، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج رجل آخر فيقولون ما تقولون في هذا؟ كان فقير وملابس عادية. قالوا هذا يا رسول الله إن نكح ألا يزوج، وإن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، هذا يعني ما حد بيعطي وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل لنا موازين الأرض، لأن الأصل هي موازين السماء. فيقول لهذا الثاني خير من ملء الأرض من هذا، يعني واحد يساوي 7-8 مليار بني آدم. يا جماعة اجعل أحكامك على الناس قابلة للاستئناف، وكما لا ترضى على نفسك أن تحكم من خلال انطباع بسيط، أيضا لا ترضى أن تحكم على الناس من هذا الانطباع البسيط. كونوا واعين، كونوا يقظين. شكرا لك. الأسبوع الماضي وجهت للمتابعين سؤال صحيح اللي يلخص لك الدوره بتصميم ياخذ صاحب ال اي صحيح صح صدقت ثواني تبغون نكررها؟ ايه ممتاز. طيب للمشاهدين بس خلينا ناكد على المشاهدين، افضل 3 تلخيصات لفقره اليوم باذن الله تعالى، لخصت ومكتوب لمن تهدي ثواني هذا التلخيص باذن الله تصلكم بحول الله عز وجل. في احد فاز الاسبوع هذا؟ اي على كلام الشباب في 3 منهم ما ادري والله، عاد الامر عند الزملاء الله. عند الاعداد يقول لي وش عليه هنا ترى. لو انت بشرنا من المونتاج حقها ليش؟ لو يطلعوا لنا المونتاج. في واحد يسال هنا، اسف تفضل. طيب جزاك الله خير، عندي ثلاث اسئله سريعه. ممتاز. ايه هل بعض المواقف تعيدنا لو بعد 5 سنوات؟ لا ما تعيد، لكنها يعني تصير انحرافات بسيطه. انحرافات بسيطة. طيب بالنسبة للانطباعات نعم تفضل. هل غالبا تكون سلبية أم إيجابية؟ بس خلونا يا جماعة بس عشان الزملاء يسألون، 5 دقائق كافية؟ طيب إذا تأذنون أعطونا 5 دقائق. تفضل أستاذ. طيب هل الانطباعات جيدة أم سيئة؟ غالبا تكون سلبية. كم نسبة الانطباعات؟ ليش؟ الانطباع اللي تكون سلبية. ايه طيب وهل غالبا تكون سيئه؟ زميلنا يسال هل الانطباعات اللي تؤخذ عن الناس غالبا صحيحه او غير صحيحه؟ هو مبنيه على كميه الخبرات اللي يمتلكها الانسان في تقييمه للناس، لان في ناس عنده فراسه وفي ناس ما في راسه.